السلام عليكم الزينات، مرحبا بكم من جديد معايا. ان شاء الله قاعد تكونوا غايه وتكونوا ملاح وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اذا اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه سهله وسريعه واقتصاديه وبنينه بزاف بزاف وفيها كل واش تحوسوا عليها ان شاء الله يا ربي. هي مربعات الصابلي بلا ميرينغ والمعجون بنتها ولا اروع، عندها ذوق خاص، خاصه هذاك التناغم تاع المعجون مع لا ميرينغ كيطيبوا في رحبه راح يعطونا واحد الذوق رائع البنات صدقوني. هذه الوصفه توجدوها للدار ولا للضياف يكونوا جايينكم ولا تخرجوا بها خرجه خفيفه شابه بزاف تحمر لكم الوجه وما تشد لكم شيتكم واقتصاديه ما فيهاش بزاف مكونات. اذا حبيباتي تبغوا معايا الفيديو للاخر لمعرفه المقادير وطريقه التحضير. اذا بالنسبه للمكونات العجينه نحتاج 125 غرام تاع مارغرين، نحتاج زوج حبات تاع زوج صفار بيض وحبه كامله، نعاود زوج صفار بيض وحبه كامله، تنجموا ديروا 3 صفار بيض الا بغيتوها تجيكم هشيشه بزاف. نحتاجوا 3 ملاعق تاع سكر رطب و3 ملاعق اكل ايضا تاع النشا، ربع كاس تاع زيت وملعقه صغيره تاع فانيليا. اذا نبداو مباشره ونعاودوا المقادير مع بعض. قلنا نديروا 125 غرام تاع مارغرين، نزيدوا عليها ربع كاس تاع زيت، فوالا كما كتشوفوا ربع كاس تاع زيت فوالا، ونخدمهم نزيد معاهم ملعقه صغيره تاع فانيليا باش تنحي لي هذاك لوغو تاع الزيت، واذا كان عندكم عطر الزبده يكون احسن. فوالا ندير حوالي ملعقه صغيره هكذا ونخدمهم في رحبه حتى نتحصلوا على خليط كريمي هكذا. نخدمهم في رحبه، خلطهم مليح حتى يندمجوا لنا مع بعض، ونزيد عليهم 3 ملاعق اكل تاع السكر الرطب فوالا، نزيدوا السكر كلاصي ونواصلوا نخلطوا في رحبه حتى يندمجوا لنا ايضا ونتحصلوا على خليط كريمي هكذا هكذا. نخلطهم مليح ونزيد عليهم مباشره البيض اللي هو 2 صفار بيض وحبه كامله. هنايا تنجمو ديرو كيما قلت لكم 3 صفار بيض وتنحو هذاك البياض. اذا خلطتهم مليح وزدت عليهم 3 ملاعق اكل تاع نشا ولا مايزينا هكذا، ونخلطهم مليح ونبدا نزيد في الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه طريه. هذه الحلوه البنات ما فيهاش الخميره الكيميائيه، نكرر ما فيهاش الخميره الكيميائيه هكذا، لانه كون نديرو فيها الخميره الكيميائيه راح تطلع لنا وراح تطلع لنا لا ميرينغ وتتكسر هكذا. نخلطها مليح نجمعها مليح حتى نتحصلوا على عجينه طريه، ما نشفوهاش بزاف البنات، خلوها طريه خلوها طريه مليحه، ما نديروهاش كيما لاطا تاع السابلي شويه طريه عليها هكذا. نبدا نجمع ونزيد في الفرينه فوالا فوالا، راني جمعت العجينه تاعي كما كنتو تشوفوا راهي طريه. اذا نجيب المول اللي راح نخدم فيه، هذا هو المول حوالي 30 سنتيمتر على 25 سنتيمتر هكذا، ماشي شرط يكون المول كيما نتاعي، معليش اذا كان بالتقريب زياده عليه بسنتيمترات ولا نقص بسنتيمترات ما يهمش البنات، خدموا فيه عادي. اذا ما ندهنه ما والو، نحط مباشره العجينه تاعي، تنجموا تحلوها بالحلال وترفدوها وتحطوها، ولكن راح تعذبكم شويه لانها طريه بزاف. اذا انا نفضل نحطها مباشره فوق السنيوه ونبدا نحل فيها بيديا هكا، حليتها لسمك تقريبا 1 سنتيمتر ونطلعها غير شويه مع الجوانب باش ما يسيحليش المعجون كما راكم تشوفوا، ونجيب الفرشيطه ولا الشوكه ونتقبها، نتقب جميع سطح العجينه تاعي هكذا باش نيفيتي باش ما تتحليش فوالا. جيب كميه تاع المعجون، معجون المشمش طبعا، زدت له شويه تاع الملون الاحمر، والملون الاحمر يبقى اختياري هكذا، ونوزعه على كل سطح العجينه. انا راح نزيد شويه، هذه ما كفاتنيش فوالا، كما كنتو تشوفوا زدت شويه ووزعتها على كل سطح العجينه، لازم نديرو كميه مليحه تاع المعجون هكذا. اذا مباشره نروحو نوجدو لا ميرينغ. اذا هنايا انا درت 4 بياض بيض، نتوما ديروا 3 بياض بيض على حساب اللي درناهم في العجينه. انا هنا فقط زيت راح نخدم البنتي لا ميرينغ، ودرت نفس الكميه تاع السكر الرطب، عبرتها في الغرفيه بياض البيض ودرت لها نفس الكميه تاع السكر الرطب. كما قلت لكم البنات نتوما ديروا 3 بياض بيض على حساب اللي درناهم في العجينه، نزيد عليها رشه تاع ملح
ونبدا نطلع فيها تنتحصلوا على ثلج هكذا. نطلع مليح البنات، انا الباتيغ تاعي شويه القوه تاعه ماهيش زايده بزاف، وانتوما اذا كان الباتيغ تاعكم مليح راح يطلع لكم ليه ليه وما ياخذ لكمش بزاف السكر الرطب. اذا انا هذه الكميه تاع السكر الرطب راح نزيد عليها ملعقه، ما كفاتنيش. كما كنت تشوفوا طلعت البياض البيض ثلج هكذا، نقسم كميه السكر على 2 ونبدا نواصل في الخلط. كما كنت تشوفوا الاناء صغير، سيحت شويه السكر كما راكم تشوفوا، خاصها شويه برك زدت ملعقه تاع اكل هكذا. وانتم كما قلت لكم اذا كان الباتيغ تاعكم مليح راح تطلع لكم، انا الباتيغ تاعي ناقص شويه في القوه تاعه هكذا. ونطلعها مليح تنتحصلوا على منقار العصفور، ثم تكون لا ميرينغ تاعنا واجده. فوالا فوالا، نخلطها مليح هكذا حتى نتحصلوا على منقار العصفور. راهي لا ميرينغ تاعي واجده كيما شفتوا، درت نفس العبر تاع بياض البيض وزدت عليه ملعقه. اذا نجيب لا ميرينغ ونجيب الكاطو تاعي ونبدا نحط في لا ميرينغ برفق هكا، نجيب بالملعقه ونحط برفق باش ما تتخلطليش مع المعجون. هنا البنات غير بشويه عليكم وخدموا باش ما تتخلطلكمش لا ميرينغ مع المعجون. اذا انا راح نخلي شويه تاع لا ميرينغ، ندير قيس ثلث بياض بيض كيما قلت لكم، راح نزيد باسكو غادي ندير لا ميرينغ البنتي هكذا. نبدا بشويه هكذا ونمشيها على كل السطح تاع المعجون. من الافضل تستعملوا لاسباتول، ولا ما كانتش متوفره معليش تخدموا بالملعقه ولا بالشوكه، راح تعذبكم شويه، ولكن سحفوها بشويه بشويه حتى تمشوها بلا ما تخلطوها مع المعجون. فوالا نمشيها، نبدا نزيد في لا ميرينغ في الاماكن اللي خاصها ونمشيها هكذا هكذا. فوالا انا درت 3 تاع حبات بيض في العجينه، ديروا ايضا 3 بياض في لا ميرينغ هكذا، لانه طبقه تاع لا ميرينغ ما تجيش عاليه بزاف والا راح تنتفخ، ما تجيش مليحه، تجي رقيقه نوعا ما. فوالا نتوما اذا شفتوها كفاتكم وبقالتكم لا ميرينغ ماشي شرط تكملوها، ما ديروش بزاف لا ميرينغ عاليه لانها تزيد تطلع في الفوق وما تجيش بشكلها مليح. فوالا ندير على كل السطح ونسويها جيدا هكذا هكذا. اذا البنات هذه هي، انا راني درت لا ميرينغ تاعي على سطح المعجون كما شفتوا وريت لكم، ما تعلوهاش بزاف، راني خليت ربع الكميه كما قلت لكم، درت ربع بياض. اذا البنات هنايا حتى ندير لا ميرينغ تاعي ونديرها فوق السطح تاع الكاطو، نروح نشعل الفور من الاسفل فقط. البنات تبعوني مليح، هنايا الفور لازم تتبعوني مليح، نشعلوه من الاسفل فقط ما نشعلوش من الفوق، ونديرو الرف تاع الفور في الرف الاوسط. انا الفرن تاعي فيه ربع رفوف، حطيت السنيوه في الرف الثاني، ديروها في الرف الاوسط، ما تقربوه قربوها شويه للاسفل، ما تعلوهاش بزاف باش تطيب لنا. نقصوا للنار كما قلت لكم الاسفل فقط، نقصوا له قيس ما تحمى شويه حوالي 10 دقائق، ندخلوا الفول ندخلوا السنيوه تاعنا، ما نخلوش الفور يحمى بزاف باش ما تطلع لناش لا ميرينغ كي ندخلوها للفرن. اذا ندخلها للفرن ونعسوها ما نغفلوش، لانه كل فرن وكيفاش درجه الحراره تاعه. انا خذات معايا قريب 45 دقيقه، وانتوما كل وحده والفرن تاعها قادره تديكم اقل قادره تديكم اكثر. اذا البنات ديروها في الفرن كما قلت لكم وعسوها حتى يولي السطح تاع الكاطو دوغي، كي يولي السطح تاع لا ميرينغ دوغي ثم نحوها من الفرن ونشوفوها اذا طابت تستابلي تاعنا، ولا ما طابتش نخلوها. اذا تبعوا معايا. اذا هنا البنات كما كنتو تشوفوا ولا لي السطح تاع الكاطو دوغي، هنا فاتت 45 دقيقه. نجيب شوكه ولا نجيب كيردون، نشوف في الكوان اذا لقيت الكاطو تاعي طايب استابلي، هذوك الزوائد اللي طلعتهم مع الكوانات اذا لقيتهم طايبين خلاص نطفي عليها النار من تحت ونشعلها من الفوق تحمار فقط. نعاود البنات نطفي عليها النار من تحت ونشعلها من الفوق تحمار فقط، ونطفي النار ونخليها تبات ليله كامله. واذا ما خليتوهاش تبات ليله كامله على الاقل 5 سوايع ترتاح باش لا ميرينغ تهبط وترتاح ما تتكسرلناش. كي نجو نقسموها، اذا هنا نجيب الموس يكون حاد نوعا ما، نشلو بالماء سخون ونبدا نقسم فيها. كل ما نقسم هكذا خطره نعاود نشلل الموس بالماء حامي
ونمسحه ونكمل نقطع الكاطو تاعي ونبدا كل جزء كل حبه. هنايا لكم الاختيار، عفوا تكبروا الحبه تاع الكاطو، تحبوا تصغروها ونزينها بخطوط من الشوكولاته، والتزيين يبقى لكم اختياري. اذا البنات هذه هي الكاطو تاعي بعد ما زينتها بالشوكولا ونشفت، تشوفوها هي طايبه من تحت حمراء، الله الله شابه. اذا هذا هو شكلها النهائي البنات، شوفوا شكلها من الداخل هشيشه تذوب في الفم، الله يبارك. اذا حبيباتي هذا هو الوصفه تاع اليوم، وهذا هو الكاطو تاعنا، ان شاء الله عجبكم وان شاء الله تجربوه وترجعوا لي الخبر. اذا حبيباتي اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والاعجاب بالفيديو طبعا، وخلوا لي كل ملاحظاتكم في التعليقات راح ناخذها بعين الاعتبار. والى اللقاء في فيديو قادم، سلام.